السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم. إن شاء الله تعالى نتكلم في الفيديو ده عن الشرخ الشرجي أو الشق الشرجي أو الجرح الشرجي وإيه أسبابه. طبعا الشرخ الشرجي أسبابه الإمساك، الناس اللي هي ممسكة والناس اللي هي بتأوفر أكت في البراز، أو اللي هي بتحاول إن هي تحزق في البراز، في عملية البراز بيحصل جرح شرجي، والجرح ده للأسف إن هو بيكون في الغشاء المخاطي أسفل الشرج، وبالتالي بيبقى التئامه صعب جدا، لان هو بيكون على الصمام الداخلي للشرج اللي هو انفولانتري، بيحصل له كونتراكشن من غير ما بيحصل حاجه اسمها اسبازم او تقلص في العضله بتاعت الشرج. وبالتالي لما اجي ادخل التويليت تاني بيبقى خايف، فبيبقى امساك اكتر، ولما اجي ادخل التويليت بيبقى البراز صلب، فبالتالي بيحصل تاني الشرخ الشرجي. طيب هو ممكن كمان يحصل بعد الولاده، وده بيكون موقعه امامي نتيجه الولاده الطبيعيه. الشرخ الشرجي قد يكون نتيجة أورام في المستقيم أو الشرج، لذلك إن احنا طول ما في مشكلة في الشرج لازم نلجأ للطبيب أو الجراح عشان يشوف هل ده شرخ شرجي عادي ولا نتيجة أورام أو نتيجة حاجة. طيب الحقيقة إن الشرخ الشرجي علاجه يعني من أفضل الحاجات في الشرج اللي بتكون نتائجها سريعة وتكون العين بيحس بفرق كتير، والشرخ الشرجي يا جماعة ما بيرجعش تاني، هو لو اتعمل خلاص، لأن احنا في الشرخ الشرجي احنا بنستأصل الصمام الداخلي للشرج، كمان ان احنا لو في الجلدة الحريصة للشرج خرجت بنشيلها، وبيحصل توسيع بسيط عشان يبقى الدنيا اسهل في عملية التبرز. ده بالنسبة لعلاج الشرخ الشرجي، بس الاهم من علاج الشرخ الشرجي هي علاج المشكلة، علاج الامساك. هل الامساك ده كان مشكلة اصلا؟ يعني هل الامساك هو اللي عامل المشكلة ولا ده شرخ شرجي؟ فانا لازم هنا افرق، لو العيان ده مريض امساك مزمن او صعوبه في التبرز، لازم الاول افهم ايه هي صعوبه التبرز، وايه هل مشكله في حركيه القولون، هل مشكله في جيف المستقيم نتيجه ولاد متكرره، هل المشكله تشنج عضله. فانا قبل ما اعمل عمليه الشرخ الشرجي، لو انا شخصت مظبوط ان انا خلاص استبعدت كل العوامل الثانيه وعالجت الشرخ الشرجي، نتيجه مرضيه جدا. اما لو كان في مشكله هي اللي عامله المشكله، لازم المشكله دي تتحل عشان ما يتحسنش بعد العمليه وتبقى دي المشكله. طيب الليزر ليه دور في علاج الشرخ الشرجي؟ الحقيقه ميزه الليزر هنا ان الجروح بتبقى بسيطه جدا، الالتئام فيها اسرع من الجراحه العاديه. اعتقد ان الليزر ليه دور زي الجراحه بالظبط، وان شاء الله تعالى ده كان فيديو صغير عن الشرخ الشرجي، وان شاء الله تعالى تابعونا على قناتنا وان شاء الله تستفيدوا اكتر باذن الله.